متابعين ببيروت وبيشرفنا اليوم ما يكون بحضورنا. اهلا وسهلا فيك خبير تجميل فادي قطايا. ما راح اعطي عنوان للحديث لانه في كثير اشياء بدنا نعرفها عنك. اهلا وسهلا فيك فادي. ثانك يو وانا كثير اشتقت لكم. اهلا وسهلا فيك فادي. نحن كمان ودعنا من حوالي 10 ايام سنه 2015 واكيد في انجازات كثيره حققتها، خبرنا عنها. بدي اقول لكم اول شيء نعد عليكم وان شاء الله السنه تكون سنه مشعه. الاخبار هي كانت اكيد انتم كنتوا مع كل الوقت يعني متابعيني كل الوقت. من اهم الاحداث كان حدث اكيد ميك اب فور ايفر يعني، وطبعا الشغل يلي صار بيني وبين تعاملي مع يارا بكذا كليب اكيد انا بتعامل من قبل معها، بس السنه صار في كليبات جديده. نانسي على طول تحضيرات كل الوقت، الاكاديمي كمان، الورك شوب يلي صاروا بالدول العربيه، وان شاء الله كمان يكونوا بعدهم مستمرين ل 2016. قد ايه بتحس يعني كل سنه هيك بتشكل تحدي بالنسبه لك، لانه يمكن نفس الفنانات عم تتعامل معهم سنه ورا سنه، انك تطلعهم باطلاله جديده؟ اكيد هو تحدي يعني، لانه بالاخص لما تكوني صار لك عم تشتغلي مع فنانه حوالي 12 سنه. ما بدي كبر لا الفنانه ولا لا تقول مين، سنتين بس. هلا الحلو انه انا على طول بشتغل، تقريبا بشتغل على طول على القصه يلي بالكليب، مشان هيك على طول بالكليب بنلاقي في تنوع وتجدد بانواع المكياج. وطبعا الستيل اوقات بيتغير لانه مثل ما يعني نحن بشر اوقات بنزهق من حالنا بنحب نغير. بقى السنه كان في تغيير كثير كبير ليارا، حول يعني تحول تغيير من المكياج الناتشرال الطبيعي كثير يلي يارا كانت على طول بتحب تظهر فيه لهيدي السنه، المكياج القوي الالوان المعتمده، اللبس الاومبري، المكياج السموكي اللي عاده ما بنشوف يارا فيه. بقى كان في تغيير كثير قوي السنه ليارا. وقديش كنت هي سعيده بهالتغيير؟ صراحة كانت كثير سعيدة، يارا مش معودة على المكياج القوي، دايما بتحب فجأة صار التغيير. وأوقات حلو لما يصير التغيير فجأة، يعني تشوفي إنسان إنه على طول على طول بمكياج ناتشورال وفجأة تشوفيه بمكياج قوي، هون بيكون التغيير له طابع بيحفظوه العالم يعني. يعني حتى عم نشوف الميك اب صح قوي بس بذات الوقت بنلاقيه كثير ناعم، يعني ما فينا نقول عنه إنه كثير قوي يعني. بتعرفي هذا الشيء اللي على طول انا بسمعه، يعني انه انا يعني بتجي زبون اللي عندي بتقول لي بدي مثل هذا المكياج الناعم، بقول لها انا انه انا بالنسبه لي هذا ما بيكون مكياج ناعم، بس العالم بتشوفه على طول ناعم لانه انا بطريقه مكياجي ما كثير برسم الوجه وما بحدد المكياج. هيدي كثير مهمه انك لما تكوني يعني باوروبا حتى لو كان مكياجهم كثير قوي بس بنحسه على طول انه خفيف، مشان هيك عندهم هيدا الصيت انه مكياج اوروبي كثير ناعم. مع انه هلا الموضه السنه الشتويه كان المكياج كثير قوي، يعني بنشوف على الريد كاربت او بنشوف حتى بالرانواي بنحس انه في كثير مكياج قوي وفي الوان كثير قويه. بينما اللي بيختلف عن الشرق والغرب بالتحديد، يعني عنا نحن الميك اب ارتست بالشرق كثير بحددوا او بيرسموا، في رسم للحواجب، في رسم للعيون، هول اللي بيخلوا المكياج يبين كثير قوي. بينما لما يكون المكياج كله مشغول بطريقه مغبر او بطريقه يكون منه محدد، هيدا بيعطينا طابع كثير ناعم. فادي قد ايه بيساعدك نوع البشره؟ يعني اذا سيده بتهتم ببشرتها كثير محافظه على حالها بيساعدك انك تظهر الميك اب كمان بطريقه افضل؟ طبعا من اهم الاشياء للسيدات انه ينتبهوا على السكن، لانه هيدا الشيء بخلي انه نعطي نتيجه احلى بالمكياج وبخلينا قد ما فينا نخفف لايرز عن الوجه بنخفف لايرز عن الوجه. وهلا السنه كان كثير دارج الجلوي فيس، بقى الجلوي فيس اذا ما كان عندك وجه هيلثي وما في حبوب وما في اي شوائب، سو هون بتقدري تعطي الوجه جلوي انه يكون بطريقه حلوه. مثل الشيء اللي عم نشوفه هلا بدعايه اللي نزلت بفتره الاعياد، على فكره كثير حلوه هالدعايه. كيف تحت اللي اشتغلت عليها؟ هون مثل ما بنشوف الوجه كثير جلوي، بنحس انه اللايرز اللي موجودين على الوجه هن منهم لون واحد، بنحس انه في بون ستراكشر ظاهرين، بنحس انه في كونتورينج، في هايلايتنج، في ستروبينج، كله موجود بالوجه بس موجود بطريقه ناعمه ومش محدده، يعني بنشوف الخدود كيف معمل لهم الستراكشر، كيف مرسومين بطريقه كثير ناعمه. هون كمان بنشوف الالوان النيله والازرق والاخضر، هن ثلاث الوان
موجودين مع بعضهم كمان ما بتحسيهم انه كثير هالقد انه عم تشوفي انت اخضر ونيل وازرق، ما تتقبلهم، بنشوفهم كثير منسجمين مع بعضهم. وهلا كان كثير دارج الميرميد لوك، بقى حبيت كمان اعمله ب على السنه الجديده. طب الصبايا عادة بيتقبلوا يعني هالميك اب النيلي الاخضر؟ بتلاقي معقول مؤخرا مش حكذب عليك، تعودنا انه صرنا كانه بدنا نطلع كل الوقت بالوان طبيعيه ناتشرال نود كولرز. هول الالوان بعضهم موجودين على الساحه واكيد ما بيختفوا لانه هالوان الوان كلاسيكيه، بس اذا بدنا نروح شوي نكون شوي مميزين عن غيرنا، لانه مثل ما عم نشوف هلا مؤخرا بنحس كل السيدات صايرين شوي بيشبهوا بعضهم باللوك. يعني مش نفس الالوان ما خص الميك اب هن الاثنين، يعني عم نحس انه نفس الالوان وين ما بنروح بالاعراس او بحيالا ايفنت بنلاقي كل السيدات حاطه صح الالوان الترابيه بس حلو اوقات لما يكون عندنا سهره او لما يكون عندنا عرس نفوت شوي مميزين عن غيرنا. يعني هلا انا كتبت لك على انستا انا بدي لما شفت الاي شادو الاخضر قد ما تحمست، بس بدها جرأه شوي بدها جرأه. نحن بالقبل كنا معودين نحطهم يعني اوريدي هن كانوا دارجين بالثمانينات، يعني هلا عم بيرجعوا يرجعوا لانه الموضه عم بتعيد حالها كل سنه. سو السنه في تكرار كثير لحتى ربيع. بدك تسالينا عن الوان الربيع؟ صباحك الخير. صيف وربيع، ربيع وصيف. بنشوف انه السنه بالربيع وصيف 2016 دارج بعض دارج الازرق، دارج الالوان الاقوى دارج كثير. بنشوف انه كمان الاي لاينر بعده موجود، حتى موضه الجرانج كمان رجعه قويه، الجرانج اللي هو السموكي اللي كثير قوي. سو بنشوف اشياء عم ترجع تتكرر على طول، بس عم تتكرر بطريقه شوي مستحدثه اكثر، يعني بتناسبنا هلا اكثر. يعني الاشياء اللي كنا بنعملها بالثمانينات رجعه هلا، بس بنشوفها انه رجعت هي الشتويه، بس بنشوف رجعت بطريقه شوي مصغره. يعني طيب فادي تلقائيا بس نقول مثلا كمان موضه الثمانينات بالثياب هي كمان رجعت، بس ترجع الموضه بالثياب كمان انتم بتتبعوا هالشيء بالميك اب ولا مش بالضروره؟ لا اكيد اكيد بنتبع بلا، يعني هلا بنشوف انه كل السنين اللي هلا قطعت مثلا مثل كمان رجعوا بالستينات عم ترجع تتكرر والسبعينات، سو هلا عم بيرجعوا يتكرروا، كمان عم بيرجعوا يتكرروا بالموضه. وهلا في صرخه كثير كبيره لعوده المكياج القوي، يعني حتى بامريكا بستيتس بحياتهم ما كانوا يعملوا مكياج او ما كانوا يهتموا بالمكياج. هلا بنشوف انه السوشيال ميديا كلها بالستيتس كل البنات عندهم هجوم كثير قوي على المكياج. هلا الاقتصاد كثير واطي، الايكونوميك هيدا، وما قلنا غيركم انتم السيدات او قلنا الايكونوميك، فمشان هيك عم يرجعوا يدرجوا هالموضه لحتى الصور مش بس مزاجة الوان يمكن مش معودين نشوفها مع بعض، النيلي الاخضر وهالالوان القويه، حتى لون حمرة يعني لاحظنا الكونتور غامق عم بيكون وفتحت من قلب الشفاف. هلا اذا بنتذكر قبل بالثمانينات والتسعينات كان درج كثير الكونتور، هلا انه بما انه صرنا شوي مستحدثين اكثر وعم نجدد المكياج صار عندنا الامبري لبس امبري، يعني الشفاف يلي بنحسها بتبلش بالغامق وبالنص بتفتح. هيدا بعتقد عوضا عن الكونتور، يعني طب ما نرجع نحط كونتور بقى صار عندنا هلا الكونتور لون شكل والحمرة لون شيء ثاني كمان، صار عندنا الشفاف يلي بنحسهم امبري ببلشوا غامقين وبيفتحوا بالنص. هيدا الشيء كثير دارج وحيضل كمان حيستمر معنا لربيع وصيف 2016. حتى كمان الاحمر يعني بعده دارج بقوه، والالوان الاحمر متدرجه، يعني بنحسها شوي على فوشيا بنحسها شوي على اورنج. سو كمان بعضهم موجودين. وهلا على دبي مع الفنانه انغام وايضا الفنان نوال كويتي، وكيف رح تقدر تطلعهم بمهرجانات دبي بهيك؟ هلا انغام اوريدي اشتغلت معه لاول مره بستار اكاديمي، وحفلة دبي عملناها نهار هلا من يومين بعدنا انا جاي من دبي، وعندها هلا نوال الكويتية كمان بمهرجان دبي. بتكون حاطط براسك كيف بدك تطلعهم لانه مهرجان وبيكون في عجقة ناس ومسرح؟ ايه اكيد، يعني ولا بتنطر شو بيطلع لا معك؟ لا بكون اكيد حاطط براسي، يعني اكيد انغام اشتغلت معها اوريدي قبل، اول مرة كنت بعرفها بستار اكاديمي،
وهلا كمان بحفله دبي اكيد كنت حاطط براسي شو بدي اعملها، بس تاكدت اكثر لما شفتها وشفت شو لابسه. سو الفكره كلها بتكمل لما تشوف اللوك. فادي الميك اب مع الفنانين تقريبا قد ايه بياخذ معك وقت؟ يعني بيقولوا مرات مثلا ثلاث ارباع ساعه ونص ساعه الميك اب العادي، مع الفنانه قديش بتعطيها وقت؟ ليكي بتاخذي وقت، يعني انا باخذ وقت تقريبا شي ساعه ونص. ساعة ونص. انا اول شيء بحب مزمز على المكياج. اوكي. فنجان قهوه. بحب اخذ وقتي لانه بحس انه التصوير يعني بده كثير اهتمام، وبدك كثير تعرفي تشتغلي على كيف تكسري الوجه، وين تحطي الهايلايت بالنص، الكونتورينج. انت كثير بتحب الكونتورينج. هلا بدي احفظ وش الحال، ما بقى عم بعمل الكونتورينج. كثير مهم انه الواحد يعرف يعمل كونتورينج لوجهه، بس كثير مهم بنفس الوقت انه ما يخلي هذا الشيء ظاهر. للاسف انه قد ما في ضجه الكونتورينج على السوشيال ميديا، صرنا اوقات بنلاقي نسوان بالمول مثلا عاملين كونتورينج ورايحين على المول ومبين هذا الشيء، هذا الشيء ما بيخبي الديفو، هذا الشيء بيظهر الديفو يلي هو موجود. طب انه شو بتعمل؟ بتحط مكياج، موسيقى معينه، يعني شو بتسمع؟ كيف الاجواء بتكون؟ شو بتحكوا انت والفنانات؟ ليكي انا نوعي ما كثير بيحكي، هلا هون بتشوفوني بحكي كثير، بس انا بالاجمال ما كثير بحكي. بحب اسرد هيك، بحب اسرد على الوجه، بحب اطلع على بعيد، شوف وين لازم فتح، وين لازم غمي، بصور يمكن برجع بشوف بالصوره اذا في شيء لازم يتظبط يعني على على شخصية، لأنه عبالي أعرف مثلا نانسي كثير طيب بنحسها طفلة، كيف مثلا بتقدر مرات بنشوف إنه بتقوي لها الميك اب، شخصيتها بتلعب دور مثلا تتقرر كيف يطلع نوع الميك اب؟ نانسي شخصيتها كثير بتلعب دور قوية، يعني نانسي حتى لو كان المكياج كثير قوي على وجهها، العالم كمان بتشوفه خفيف وعلى طول بتشوفها ناتشرال. أكيد نعمل مكياج ناتشرال، نعمل مكياج قوي، بس شخصية نانسي هيك الزغطورة والطيوبة والمهضومة على طول بتطغى على المكياج تيبين انه هو على طول ناتشرال. مظبوط. شو ما عملت للفنانات وللسيدات ان شاء الله دائما هيك بتجملنا وبتبرزنا على طبيعتنا مثل ما عودتنا بالمكياج الخاص فيك يا فادي، ورح نستبقيك لانه اليوم ضيفتنا دلال كنج محضرنا شيء ولا اطيب من هيك. يلا شو ما اسمك؟ يلا شو ما اسمك؟ يلا خلينا نقوم. كيفك انت والكراب؟ أنا أنا مع الأكل كله طيب. أوكي. يلا يعني أنا درست طيب مثل ما بقولوا. بتطبخ كمان طيب؟ لا أبداً. بيضة ما بعرف أقلها. بدك تصير تسمع دلال كل الحلقات الثانية على الراديو. شو يا دلال؟ شو محضرتي لنا اليوم بشكل سريع؟ عملنا كريب وزيفينار، مثل ما سبق وحكينا، اشتغلنا بعجينة الكريب، وضعناها على جنب، عملنا الصلصة البيضاء. ولوحنا البصل والثوم مع السبانخ المجلد او الطازه، مزجناهم سوا، يعني مزجنا الصلصه البيضاء مع السبانخ مثل ما عم تشوفوا، لفيناهم. بس هي فينا نقدمها هيك مثل ما فينا نوضعها بقلب تيركس تندخلها على الفرن، نحط لها شويه كريم فريش تصير اطيب اكيد، ونغطيها بالموزاريلا والزبيب. صحتين صحتين. دلال كل يلي بحب يتواصل معك بيعمل لك اد. خلص عفوا. كيف بيتواصلوا معك؟ قلنا صرنا قد ايه؟ قلنا 4 سنين. هلا كيف بيتواصلوا؟ اعملي اد على الفيسبوك دلال كنج، او بيكتبوني على تويتر، جوجل، او لايك وين ما كان. من كثير دلال ميرسي كثير لحضورك معنا، بنشوفك بالقرارات الانرجي. فادي ثانك يو، دائما بنستمتع بحضورك معنا، ان شاء الله بتروح وبترجع بالسلامه، وبنشوفك قريبا جدا. اهلا وسهلا فيك. ولهون بنكون وصلنا مشاهدينا لختام حلقتنا، بنتشكر كل يلي تابعونا، ما تنسوا تلاقونا بكره بحلقه مميزه جدا اذا الله راد. انا وساشا وبلال، باي باي.